بسم الله الرحمن الرحيم. هو الدكتور محمد سيم العوه استاذ قانون. نعم. واستاذ قانون اداري، وهو في مهنه القانون الاداري والدستوري رجل محترف. نعم. ولكن للاسف الشديد بضاعته في الدفاع عن الشيعه يعني بضاعه فقيره من كل ناحيه. نعم. هو الدكتور سليم العوه عندما تقرا مقالاته او كتبه عن الشيعه تشعر كانه المحامي الاول في مصر والعالم الاسلامي عن الشيعه. فهو يدافع عنهم كما هم لم يدافعوا عن أنفسهم أبدا مطلقا، يعني حتى في دفاع عن الخميني يعني هو يدافع بطريقة المحامي، بطريقتنا نحن في الدفاع، ولكنه دفاع مردود عليه لأنه لا يعتمد على أدلة قوية. نعم. ولكن يعتمد على محاولة القفز على الواقع، بمعنى أن لو أن الخميني قال هذا الكلام عند بالنص، هو قال أن الخميني قال الكلام ده لما كان بيدرس في الحوزة، لكن لما تولى منصب سياسي لم يقل ذلك. طيب الخميني، الدليل هنا عند الخميني وعندك دكتور سليم، لماذا لم يصرح الخميني أن كل ما قاله في كتبه خاطئ وأنه تراجع عنه؟ لا يوجد تصريح واحد من الخميني في هذا الصدر عندما تولى منصب سياسي. بالعكس، ولكن بعد ما تولى هنا يا أستاذ ممدوح حكم الكلام، بعد ما تولى السياسة قال لا يوجد أفضل من شعبنا ولا حتى شعب رسول الله. ده بعد ما تولى السياسة. أنا عارف. أنا أقصد إيه؟ أنه ممكن يقول للدكتور سليم أن هذه الكتب كلها كتبت قبل أن يتولى بعد 79 منصبه كمرشد أعلى للثورة الإيرانية، لكن هو لم يصرح بتصريح واحد، ولم يستنتج منه بأي قرينة كانت أنه تراجع عن هذا الكلام بأي شيء كان. ولكنه عندما تقلد المنصب السياسي كان الخميني اتخذ مسلك الدهاء السياسي مع كل خصومه، سواء السنة أو مجاهد الخلق أو المخالفين له من العلمانيين والليبراليين في إيران أو غيرهم، اتخذ معهم. لذلك هو كان عنده قاعدة عندما نزل على سلم الطائرة، قال القضاء المنظم على أعداء النظام. هو سلك مسلك القضاء المنظم على أعداء النظام خطوة خطوة. نعم. هو ما سلك مسلك التقية التي هي دين الشيعة في تعامله السياسي مع كل خصومه. هو نعم. استخدم الملال، استخدمه مجاهدي الخلق اللي هم الذين زرعوا بذرة الثورة وقفزوا عليهم وقفزوا على التيار الوطني الليبرالي اللي هو الصدر وغيره، وقفزوا، ان هم لم يكونوا هم من وضعوا بذرة الثورة الإيرانية. نعم. ولكنهم قفزوا على المعطيات التي قدمها غيرهم. كويس. وهو تعاون معهم في البداية وتعاون مع الحسن بني صدر، ثم قفز عليه، ثم عزله، ثم نحاه، وهكذا مع كل خصومه حتى اغتال منهم باختيار بره في الخارج في فرنسا. يعني هو الخميني عندما وضع قدمه في إيران بعد رجوعه من فرنسا بدأ يسلك مسلك الدهاء السياسي والخبث السياسي والكذب على خصومه واللعب بكل خصومه السياسيين بكل أطيافهم. شي كتب للخميني بتقول هذا الكلام يعني؟ نعم، كتب مسجلة. نعم. لا حرف فيها ناقصة عما قاله الخميني، كتب موجودة. طب كل الكتب التي سب فيها الصحابة ووصف سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر أنهم صنم قريش، كل الكتب موجودة، لم يتحرك منهم حرف حتى الآن، وما اعتذرش ولم يعتذر وما تبرأش، ولم ينزل أي تصريح منه يدل عن تراجعه في قوله. سؤالي بوضوح، يعني أنا لو أنني أردت أن أدافع عن الخميني لا أدافع عنه بهذه الطريقة، أنه عندما تولى منصب سياسي لم يقل هذا الكلام، وإنما أقول إن كلام غير ذلك مطلقا، أنه ربما يريد الوحدة أو كذا أو كذا أو كذا، لكن هو الدفاع الدكتور سيم يؤكد أن ما قاله الخميني لم يتراجع عنه مطلقا، ولا يوجد دليل عنده في الدفاع مطلقا في هذه المسألة. بل العكس، الخميني كان له مآرب أخرى وكان له أطماع أخرى في الدول الإسلامية التي بجواره، لأنه كان يعتقد بأن الشيعة لهم دولة وإمبراطورية لابد أن تقام، والكلام يطول مش عايز أخذ وقت كتير جدا. لكن الإمام أو الأستاذ محمد سليم العوة يعني هو قفز قفزات هائلة بدون أن يقف وقفة واحدة في البحث العلمي. نعم. يعني هو أستاذ ودكتور وله أبحاثه العلمية في القانون، ولا البحث العلمي كان يجب عليه أن يقف مع كل الأدلة ويقف مع كل المواد التي أمامه وينظر إليها بحيادية. نعم. ولكنه لم ينظر إلى شيء بحيادية، ترك كل كتب الخميني التي فيها السب والطعن في القرآن وفي الصحابة رضي الله عنهم. ده قال ادعى أن الخميني بيقول الذي يسب الصحابة كافر، والكلام ده قعدت ادور مع كل اهل العلم المتخصصين امثال الدكتور عمر اللي ليهم تحرك في كلام. لا يعرف عن الخميني انه قال ذلك، ما ثبتش عن الخميني انه قال ذلك. لم يعرف عن الخميني انه قال ذلك مطلقا، ولكن المشكله ان هو بيحاول ان يجد لها مبررات. دي مشكله، يعني مشكله عند الدكتور العوا انه يحاول ان يجد مبررات للشيعة في سفالتهم وتطاولهم عن الصحابه. ارجع لحضرتك يا استاذ ممدوح تاني في النقطه دي، مهمه جدا، عشان دكتور عمر، هل مساله التوحيد والتقريب، يعني النهارده لو طلع شيخ على منبر
بيحذر من خطر التشيع، تلاقي ناس، وانا كنت منهم الحقيقه مره، رأيت واحد راح شد على ايدي قال لي خطبه طيبه، بس يا اخي جمع ولا تفرق. هذا المفهوم نوصله للناس ازاي؟ مفهوم ان احنا عايزين نجمع من منطلق ولو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم. هل نتحرك في مساله التقريب عاطل على باطل ولا ليها ضوابط يا دكتور عمر؟ التقريب لابد يكون له ضوابط. الحقيقه كلمه التقريب كلمه من المصطلحات المزيفه. نعم. بما معناه التقريب إن أنا وحضرتك مثلا اختلفنا في قضية نتقارب في وجهات النظر، أتنازل عن أخطائي وتتنازل عن أخطائك في سبيل أن نصل إلى الصواب. لكن قضية التقريب المسمى بالتقريب من وجهة نظر الشيعة ليست إلا تصدير للثورة، ليست إلا دعوة للتشيع. بدليل عندنا في مصر دور للتقريب، دار للتقريب في الزمالك ودار للتقريب في المعادي، وبعدين سميت بأسماء أخرى مثل مثلا جمعية آل البيت أو الجعفرية أو حتى الأشراف. طيب هل هناك دار تقريب لأهل السنة في طهران أو في أي جزء من إيران؟ لا. في الوقت الذي تنفق فيه إيران على دور التقريب التي عندنا في مصر، لماذا ظنت على نفسها بهذا الشرف؟ لماذا لم يكن لنا نحن أهل السنة دار تقريب في طهران أو في أي مكان في إيران؟ نعم. إذن المسألة ليست مسألة تقريب، هذه دعوة للتشيع باسم التقريب. التقريب يحتاج إلى تقارب وجهات النظر، يحتاج إلى أن نتنازل، يحتاج إلى مصارحة ووضوح. دين الشيعة المبني على الكذب باسم التقية، والتقية ليست مجرد رخصة يعمل بها في بعض الأحيان. نعم. إنما أصل من أصول الدين. يعبرون عنه على لسان الإمام جعفر الصادق رحمه الله وبرأه مما يقولون، يقول التقية ديني ودين آبائي، التقية 9 أعشار الدين، من لا تقية له لا دين له. إذا كانت التقية بهذا الحجم فلماذا لا يتعاملون بها مع الناس ويزيفون الحقائق؟ ولذلك من صلى خلف إمام سني كأنما صلى خلف نبي، بمعنى من صلى خلف إمام سني تقية. وهذا العوام يقول لك يا أخي بنشوفهم بيصلوا معنا في الحرم، هذه نقطة مهمة جنبا إلى جنب. الله يكرمك يا دكتور عمر، دي نقطة مهمة جدا. هل وجود الشيعة بيصلوا ده دليل على أنه القصة منتهية وأن احنا نقبل هذا التقريب المزعوم اللي بيقولوا عليه؟ رغم أن أنا أعرف كثيرا من أهل السنة في العراق أنهم يضطهدون أهل السنة ويضيقون عليهم أمنيا واقتصاديا ويتعاملون معهم بشكل غير مزعوم. طيب احنا معنا اتصال من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ اهلا بيك يا ابو عبد الله، زي حضرتك؟ والله الحمد لله خير، يعني الحمد لله رب العالمين، الله كرمني وقدرت اتصل بكم واحصل على هاي المداخله الطيبه معكم. تفضل يا حبيبي. كيف حالك يا دكتور عمر؟ اهلا وسهلا مرحبا. اني احبك في الله. احبك الله اللي ضحكتنا فيه. جزاك الله خير على هذا الموضوع. بس طبعا بالنسبه للموضوع التقريب بين السنه والشيعه، يعني هل له يعني كل يعني كل هاي التصرفات اللي يعملوها الشيعه في العراق وفي سائر بلاد المسلمين وفي سائر بلاد اهل السنه، لماذا تتكلموا في موضوع التقريب بين السنه والشيعه؟ مع العلم المفروض في هذا الوقت البراهن نتحدث على كل الاباطيل وكل الامور التي يتحدثون فيها على اهل السنه، وعلى الطعن في الصحابه وعلى الطعن في اهل البيت. نعم. وعلى الطعن في الصحابه وفي طعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها. نعم. وعلى الطعن في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا البرامج كلها تذاع على التقريب بين السنة والشيعة؟ ونهائيا لا يمكن أن يكون تقريب بين السنة والشيعة، لأنهم مبادئهم ومناهجهم معروفة جدا. أنت حضرتك عايش في العراق يا حبيبي؟ نعم أنا من العراق وساكن في مصر طبعا. ساكن في مصر.